وينضم إلينا من بغداد ومن مدينة الكاظمية مراسلنا من هناك محمد فراس. أهلا بك محمد. ضعنا في الصورة اليوم ليلة العاشر، يعني 19 من محرم الحرام، ضعنا في الصورة الأجواء عندك، الوضع كيف هو؟ نعم نعم، إلى الآن ولا زالت جموع الزائرين تتوافد إلى مدينة الكاظمية المقدسة لتقديم العزاء للإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام استشهادي أو بذكر استشهادي جدهما الإمام الحسين عليه السلام. كما تستمعون زميل المصور أدر الكاميرا قليلا لنحدثكم عن الطقوس التي تمارس هنا في مدينة الكاظمية، بدءا من ما بعد صلاة المغرب دخول مواكب تقديم العزاء، مواكب التطبير، مواكب لطم الزنجيل، لطم الأيدي، الهتافات، وصولا إلى المرقد الشريف. هنا قرابة 300 متر تسير هذه المواكب من بداية الشارع وصولا إلى المرقد الشريف. المواكب منظمة، اللجان الأمنية منتشرة بشكل كبير هنا في شارع باب المراد. باب المراد نتحدث عن واحد من أهم شوارع مدينة الكاظمية التي تقام عليها أو فيها الطقوس لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، تبدأ من هذه أو من هذه أو من بعد صلاة المغرب وصولا إلى صلاة الفجر، حيث مواكب التطبير تباشر بضرب الهامات وما إلى ذلك، ومن ثم تنتهي المراسيم وصولا إلى مراسيم التشابيه لحرق الخيام وما إلى ذلك في اليوم العاشر. اليوم الكاظمية على أهبة الاستعداد أمنيا، خدميا، صحيا، لجان صحية منتشرة، لجان أمنية منتشرة بشكل كبير، دوريات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، قيادة عملية بغداد نشرت قواتها في محيط المرقد والشوارع المحيطة، أيضا لا توجد قطوعات في شوارع العاصمة بغداد. هناك مركبات أيضا خصصت لنقل الزائرين من مدينة الأعظمية القريبة جدا من مدينة الكاظمية عن طريق جسر الأمة وصولا إلى باب المراد، كون باب المراد قريب جدا من جسر الأمة وجامع الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. بالتالي توافد الزائرين من كل حد من وصوب من مدينة الأعظمية، من مدينة المنصور، من القريعات أيضا المجاورة إلى مدينة الكاظمية بالقرب من مدينة الكاظمية، عدد كبير من سكنة العاصمة بغداد يتوجهون إلى هنا إلى مدينة الكاظمية. لربما بعد ساعات من الآن يتجاوز العدد 1,000,000 زائر كما هي في كل عام. الشوارع تختنق، جميع شوارع مدينة الكاظمية سواء باب القبلة، باب المراد، باب الدروازة، شارع الشريف الرضي وما إلى ذلك من شوارع محيطة في بالحضرة الشريفة تمتلئ عن آخرها بالزائرين من كل حد من وصوب من العاصمة بغداد وأقضيتها ونواحيها، ومنهم أيضا من يتوجه بعد زيارة الإمامين إلى كربلاء المقدسة إلى هناك إلى المرقد الشريف. بالتالي الأعداد إلى الآن لم تكتمل حتى يستطيع اللجان إحصائها، لكنها أو كقراءة تقريبية لربما ستتجاوز 1,000,000 زائر كما هي في كل عام.